أكتوبر شهر العظماء في كرة القدم تحديدا، والحقيقة بيليه، مارادونا، جورج ويا، كل واحد فيهم خد لقب الأفضل على العالم، مسعود أوزيل، إبراموفيتش، حاجة يعني مواهب جامدة جدا. لما تخش على الصعيد المحلي وتلاقي كابتن فاروق جعفر، كابتن الخطيب، كابتن وليد صلاح، مواهب جبارة. بس أنا عايز أتوقف عند الكابتن محمود الخطيب، لأن أثق لو أن الكابتن الخطيب كان يعيش أجواء الاحتراف الحالي يا أستاذ إبراهيم كان ممكن أن يحقق مكانة عالمية كبيرة، تجربة جورج ويا، لأنه مهاريا لا يضاهيه في المهارة الفردية إلا بيليه. يعني مارادونا، مارادونا اللعيب السريع القوي اللي بيرقص على الثابته، اللي بيتحرك كتير، الشويت، اللي عنده كل حاجه. يعني هو النموذج الاقرب لبيليه من اللعيبه المصريين هو محمد لمارادونا هو محمد صلاح. ايوه واخد بالك؟ لكن بيليه هو بكوكتيل المهاره دي هو محمود الخطيب. وكان في لعيب، في اكتر من لاعب مصري كان يستحق، لكن الظروف ما خدمتش. لو كان الاحتراف موجود دلوقتي كان ممكن نشوف كابتن علي ابو جريشه، كان ممكن نشوف كابتن حسن شحاته، كان حمدي نوح لا وحمدي نوح، وكان ممكن نشوف الكابتن الشاذلي، كان ممكن نشوف الكابتن مصطفى رياض، الفناجيلي طبعا، الكابتن صالح احترف وتألق في النمسا. انما الأجواء الاحترافية دي ما كانش في الجيل العظيم العبقري اللي كان موجود في السبعينات والثمانينات. أعتقد إن الكابتن خطيب هو يبقى الجون ده، لا أنت جون إيه ده أنت؟ طب والله العظيم أحلى جون جابه في حياته ما تسجلش. كان الأهلي والسكة الحديد تحت 21 سنة في ملعب الأهلي. بقيت انا وفتحي نصير نتنطط، كنا واقفين جنب بعض. لا عمل في عملها من فوق اللاعب، بس ما شاطش بقى. عملها كده بس جوه ال 18، فاللعيب الضاير عملها تاني من الناحيه التانيه. طلع عليه الجون، راح ضارب الكوره في الارض فطلعت من فوق الجون، راح حاططها. يعني ثلاث اربع مهارات في دقيقه، في 10 خمس ثواني. انا كنت بقول عمل زي بتاع البسبوسه كده 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 وبعدين حطها جول. فلا ده جول ما تسجلش. طب يعني ايه الرابط؟ يعني حتى التقرير تساءل، لا ما فيش، دي صدفه. ايه بقى إيه الرابط يعني عايزين هتقول لي عندما يلتقي القمر مع النجوم؟ لا سيبك من الكلام ده. انك انت تلاقي موهبه مواليد شهر 10، وكله 10، وكله 10، وكلهم ولاد 10. فكل سنه وكابتن فاروق جعفر طيب، كل سنه وكابتن وليد طيب، كل سنه وكابتن محمود اكرامي، وكابتن طيب اكرامي، وكابتن اكرامي برضه 10. لا ده شهر مهم قوي. انا بقول لك شهر غريب. مين تاني من لعيبتنا في شهر 10؟ لا هتلاقي كتير. بس ده اللي يا ريتنا حصرناه. دي يمكن رانيا علوان اللي فكرتنا.